السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم اليوم المعمول، أرجو أن ينال رضاكم. نحتاج إلى 500 غرام سميد وسط، 100 غرام زبدة مذابة، 50 غرام من السمن البلدي، ونصف كوب من الزيت النباتي. نقوم بخلط هذه المكونات جيدا مع السميد حتى تتجانس تماما. نقوم بخلطها باليد حتى تختلط كل حبيبات السميد مع الزيت والزبدة، وبعد ذلك نقوم بفركها بهذه الطريقة لنضمن اختلاطها جيدا. نغطيها ونتركها لمدة ليلة كاملة 24 ساعة، وبعد ليلة كاملة نلاحظ كيف أصبحت الحبيبات. نقوم بوضع نصف كوب من الحليب الجاف، 1.5 كوب من الطحين، وكوب سكر ناعم، بالإضافة إلى ملعقة من المحلب أو جوز الطيب، نصف ملعقة من البيكنج باودر، ورشة ملح. نخلط المكونات ثم نضيف 2 ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة، وربع كوب من الحليب السائل. نجهز الخميرة، ملعقة صغيرة من السكر، ربع كوب ماء دافئ، بالإضافة إلى ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. نخلطها ونضعها على المكونات السابقة ثم نقوم بالعجن. تصبح عجينة المعمول قوية جدا ومتماسكة، نتركها لمدة ساعة كاملة لكي تتخمر. نبدأ بتجهيز الحشو. فستق حلبي مقدار كوب كامل نقوم بطحنه جيدا، يصبح هذا شكله. نضع عليه 6 ملعقة صغيرة من السكر، بالإضافة إلى 3 ملعقة صغيرة من الماء، ليصبح بهذا الشكل عجينة، ونكورها. ثم نجهز 500 غرام من التمر، 3 ملعقة زيت. نعجن التمر جيدا، إما بوضعه على النار أو في محضرة الطعام، ونشكل منه كرات صغيرة هكذا، نجهزها للحشو. بعد ذلك نأخذ مقدار 250 غرام من الجوز، 6 ملعقة صغيرة سكر، 3 ملعقة صغيرة من الماء، بالإضافة إلى ملعقة قرفة، ونجهزها أيضا. تصبح لدينا 3 حشوات مختلفة بهذا الشكل. بعدها نبدأ بفرد العجين. نأخذ كرات صغيرة من العجين ونضع فيها الحشوات المختلفة، نلفها جيدا بهذا الشكل، ونضع قطعة من البلاستيك الغذائي في القالب لكي نضمن عدم التصاق المعمول فيه. نكورها جيدا، لاحظوا حشوات مختلفة، فستق وجوز وتمر. نضعها في القالب بهذه الطريقة ثم نضغطها قليلا، وبعدها نقوم بإزالة البلاستيك الغذائي ليحافظ المعمول على شكله، أو يمكنكم استخدام هذا القالب الآخر. يصبح هذا الشكل، لدينا أشكال مختلفة. نأخذ قطعة عجين من المعمول ونضع فيها التمر بهذا الشكل، نقوم بطيها بهذا الشكل لكي تصبح دائرة ونلصق الأطراف، نشكلها بهذه الطريقة على شكل حلقة. بعد ذلك نضع القليل من السمسم فوقها، نلوثها جيدا بالسمسم، تصبح هكذا. بعد ذلك نأخذ قطعة من العجين، نضع فيها شريحة من التمر ثم الفستق الحلبي، ونلفها جيدا أيضا. عجينة سهلة التشكيل، نقوم بتقطيعها بهذه الطريقة ثم نقوم بطي الأطراف، بعدها نثقبها بالشوكة. يمكنكم صنع أشكال مختلفة من المعمول. نأخذ كرة من كرات التمر، نفردها ونضع فيها كرة من الفستق الحلبي، نلفها جيدا، ثم نأخذ قطعة عجين ونضع فيها هذه الكرة، نلفها جيدا ثم نضغط على أطرافها لكي تصبح متساوية. بعدها نضع عليها القالب بهذه الطريقة وإلى الفرن، وبعد أن تنضج يصبح هذا شكل المعمول. أرجو أنكم استفدتم من هذه الوصفة، يكون هش جدا 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 ولذيذ. شكرا لكم أحبتي، إلى اللقاء.